السلام عليكم. اسمي أمين مزاجري، وأنا كاتب ومخرج مسرحي. ولكي نروي قصة أمان، أدركنا بأن علينا خلق نوع جديد من المسرح، بأن علينا الخروج إلى الشارع حيث يعيش ويمشي اللاجئ. وقررنا بأن نستخدم مسارنا بأكمله 8000 كيلومتر وكأنه منصة مسرح لنروي عليه قصة أمان. أحياناً الناس بجهلها وعدم معرفتها ممكن تسيء لك وتكسرك، لكن إيماننا بقدراتنا يعزز من ثقتنا بأنفسنا. دائماً أقول ثق بنفسك وقدراتك حتى يثق بك الآخر. الكفيف أو المعاق لا يحتاج إلى شفقة، وإنما يحتاج إلى فرص، إلى دعم ومساندة ليدرس وينجز ويعطي. احرصوا على إزالة العراقيل من أمامه. نواجه تغير متسع مستمر ومتطور جدا فيها. لذا يجب علينا أن لما أنا كفلسطينية عايشة ببيت اللي أخذته بحق الشرعي وبنيناه بعرق جبيننا، وأحس إنه بأي لحظة ممكن أسير برا أنا وأهلي وجيراني، كل شبر بفلسطين أنا بدي أدافع عنه. السوشيال ميديا بيرجع بيقول كانت أداة، لكن كان وراءها عقول مفكرة نيرة مثقفة عارفة شو بتعمل، مش بس فلسطينية لكن من كل الوطن العربي ومن كل العالم. أتشكركم كلكم على وقفتكم معانا في حي الشيخ جراح وفي القدس وفي كل فلسطين. كنتوا سند وكنتوا رسل إلنا في العالم، حملتوا هاي الرسالة وكان حملها ثقيل. هذا الفكر الكامل يا بابا السلام أبو صلح.